السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رانا في مقبرة سيدي عيسى، هذه مقبرة سيدي عيسى، وهذا المكان يسموه بكري سيب الحوت، يعني شوف الشرك ورانا لحقنا. الناس رجعت للجاهلية الأولى في 2022، 22 فيفري 2022، هام لي مور سبوطو وراحين يبنوا قبة. احنا قلنا بكري موالين الاستعمار الفرنسي جهلهم وكذا، ورغم ذلك العلماء يقول لك ما كانش عذر في الشرك، وظركي في سنة 2022 راحين يبنوا قبة. يعني شوف ذاك المصيبة، راحين يبنوا قبة، يعني راني سمعت بيها جيت مخلوع، قلت والله نشوف، يعني ما صدقتش الشيء هذا، بصح راني لقيتها يعني على السلطات المعنية، يعني توقيف هذه المهازل. يعني يا هل ترى هل هاته، يعني بغض النظر على أن هذا توحيد وأمر عظيم وإن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من ناحية يعني هذم دعاة للتغريب وليش، هل هذا من التطور في شيء؟ يعني أول هذا شرك وضريح، وهذا وثن العياذ بالله، ها؟ من بنى لله يعني وثنا يعبد من غير الله عز وجل. يعني شوفوا ورانا لحقنا، هذه والله مصيبة من أكبر المصائب. يعني شوفوا ورانا في القحط والجفاف، المفروض نزيدوا نرجع لله عز وجل ونتبرأ من الشرك ومن البدع. هانا ورانا. أنا والله هذه المهزلة لن أسكت عليه، وإن أدى ما أدى إلى كذا. إحنا قلنا الأشياء اللي كانت قديمة بلاك، إيوه، إن شاء الله العافية وربي يهدي، ربي يهديهم.